زوار موقع سبورت 360 عربية، مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رسائل 360. البرنامج بنوجه فيه مجموعة من الرسائل المستوحاة مما يحدث على الساحة الكروية العالمية، وهلا نحن باسبوع الابطال، رسائلنا رح تكون موجهة من الابطال. شو في عنا اليوم؟ تعالوا معنا. سكر الباب. مثل العادة بأسبوع الأبطال نحكي عن الأبطال، عندنا مجموعة مباريات هذا الأسبوع اللي رح يصير يومين الثلاثة والأربعاء، رح نبدأ فيهم بالتدريج وهن كان مرتبين أصلا. أولى المباريات هي مانشستر يونايتد مع إشبيليا، انتهت بالذهاب 0-0، والآن رح تصير مباراة بالأولد ترافورد. يعني هي مثل ما قلنا فرصة لمانشستر يونايتد إنه يقدر يتأهل على الدور الثاني، ويكون في تقريبا 3 فرق إنجليزية بالدور ربع نهائي، وهو شيء هو رقم كويس جدا. يعني كان المفروض يكون في 4 بس اليوفنتوس ازاح توتنهام عن الخارطة. فرصة لمانشستر يونايتد لرد عنه اتهامات اللعب السلبي، انه الفريق لا يقدم الاداء المطلوب، يلعب دائما بالحافلة. بالمباريات المباراة الاخيرة قدام ليفربول اثبت قدرته الهجومية، اثبت انه قدر يحط جولين، بس لا يزال لعب متحفظ هو سمة الفريق. مورينيو متهم بالجبن، متهم انه ما بيغامر. الآن فرصته، ليس هناك فرصة أفضل من ذلك، ليثبت أنه قادر أن يلعب بكل أنواع اللعب. إشبيليا كما قلنا في عنه في الحديث عن مباراة الذهاب، هو فريق سام بس لا يعاني أوقات جيدة، عم بيخسر مبارياته بالدوري، عم بيعاني تحديدا بالدوري، بس هو عم بيوصل على نهائي الكاس. يعني هذا الشيء بيأكد قدرة إشبيليا على أنه على التعامل مع مباريات الذهاب والإياب. هلا المفروض ان ينتبه لمانشستر يونايتد لهذا الامر، وعلى جوزيه مورينيو ان يستغل الفرصه كما قلنا هو ومانشستر يونايتد ليقدم افضل اداء ممكن ويبعد عنه جميع الاتهامات، والاهم ان يتاهل الى الدور التالي او الدور ربع النهائي. المباراه الثانيه هي مباراه روما مع شاختار، وشاختار غلطنا بالهي، والتي انتهت 2-1 لمصلحة شختار بأوكرانيا. حاليا يعني روما، يعني مثل ما قلنا هي فرصة ذهبية لروما ليتأهل إلى الدور الثاني. الفكرة أن روما حاليا يعاد للمسار الانتصارات، وفاز في آخر مبارتين، واحدة منهم على نابولي اللي كان متصدر ب4-2. جيكو استرجع حساسية التهديف، وهو بالأمس يعني تمكن من الانتصار في الدوري الإيطالي، وهو حاليا على تورينو، وهو يعني في 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 حالة كتير جيدة، فرصة جدا ممتازة. يعني هي أيضا مباراة الفرصة لروما ليتأهل، لكنه شختار دائما فريق صعب، شختار تفوق عليه ذهابا، لديه أفضلية الهدف في مباراة الذهاب، فهذا الشيء ممكن يعطيه دفع بملعب روما الأولمبي مع النتائج الجيدة. ممكن نتوقع أن روما قادر أن يتجاوز شختار وين راح. لا، هناك في شغلة على هاي المباراة تحديدا، بيقولوا هي مباراة الأحصنة الصود، من سيكون حصان أسود، روما أم شختار؟ والنقطة الثانية المهمة أنه هي اللي قال المباراة التي يتمنى جميع كبار أوروبا أن يلعبوا مع المتأهل منها. هلأ هذا الحديث إلى بنسبة ما صحيح جدا، يعني روما وشختار ليسوا مؤهلين لأن يبعدوا أن يسيروا بعيدا في البطولة بناء على الأحصائيات، بناء على المستويات. لكن مثل ما قلت هي مباراة الفرصة، سميتها أنا فرصة لروما أو شختار، من يتأهل منهما أن يثبت للجميع أنه مخطئ ويصل أبعد من ذلك. لكن أعتقد أنه المتأهل من هذول الفريقين راح يوصل على ربع النهائي فقط ولن يتجاوزه. المباراة الثالثة لن نتحدث عنها كثيرا، هي بشكتاش مع بايرن ميونخ، واللي انتهت ذهابا ب5-0 لبايرن ميونخ. مباراة محسومة، ليس هناك الكثير نحكي عنها. الشغلة الوحيدة اللي لفتتني فيها هي أن النتائج الجيدة التي حققها بايرن سواء بدوري الأبطال ولا بالدوري المحلي جعلت هاينكس يقول هناك اتفاق حتى نهاية الموسم، هذا لا يعني أنني لن أستمر ما بعد نهاية الموسم. قد يرى الكثير من مسؤولي بايرن أنه هو المدرب المناسب للمرحلة، إلى حين أن يقرروا أن يأخذوا خطوة جديدة كما فعلوا مع غوارديولا سابقا، انه خطوه جديده في الاداء وفي الخطط وفي كل شيء.
الآن البايرن مرتاح، يلعب بشكل جميل، يحقق نتائج كبيرة، وهو حاليا مرشح كبير جدا ليحرز اللقب. فعلى أساس هذه نتيجة هذه المباراة ونتيجة هذه البطولة، من الممفلت أن نرى ماذا سيفعل هاينكس. هل إن وصل لمراحل بعيدة، هل سيستمر مع بايرن أم لا؟ المباراة الأخيرة والتي يتطلع لها الجميع هي مباراة برشلونة مع تشيلسي، واللي انتهت بالذهاب بهدف لهدف. تشيلسي قدم مباراة ممتازة من الناحية التكتيكية وليس من الناحية الجمالية ضد برشلونة، وتمكن من التقدم عليه وكاد أن يفوز لولا خطأ واحد فقط من لاعبي تشيلسي ومن الدفاع تحديدا، مما سمح ليونيل ميسي أن يسجل. هذه هي خطورة ليونيل ميسي. ليونيل ميسي يكفي أن تخطئ خطأ واحد معه حتى يعني حتى مثل ما بيقولوا بالدارج تتبهدل. فالآن برشلونة متعادل 1-1، برشلونة يلعب على أرضه وعلى وبين جمهوره، مسلح بنتائج ممتازة، ليس فقط ميسي هو المتألق، الفريق كله متألق، وتحديدا لويس سواريز الذي حتى الصحافة المدريدية تشيد فيه وبتسجيله للأهداف، وكونه الرقم 9 الحقيقي والخطير والذي أعاد الهيبة للرقم 9 بعد أن اختفى في برشلونة وكانت كل الأمور تذهب باتجاه 9 الوهمي، الآن هو 9 الحقيقي الخطير جدا. فبرشلونة في أحسن حالاته، أثبت برشلونة أنه يمتلك ذخيرة، يعني حتى من دون ميسي استطاع أن يفوز على ملقا بهدفين مقابل لا شيء، والآن هو يلعب مع تشيلسي على أرضه. تشيلسي هو من أصعب الخصوم تجاه برشلونة، دائما يعذبه، دائما قادر أن يهزمه، ولنا في سنة 2012 آخر دليل. ولا يتوقع أن أنطونيو كونتي سيغير كثيرا من الأداء الذي لعب فيه، هذا حسب كل التصريحات، سيلعب بنفس الطريقة وبنفس الأداء بنفس الانضباط، ويحاول أن يقتنص هدف. هلأ إذا اقتنص هدف عادت الأمور كلها إلى نقطة الصفر. أما إن وهو أما السيناريو المتوقع فأن هجوما كاسحا من برشلونة سيكون هو اللي السيناريو الغالب على الأقل في الشوط الأول، ورح يكون تشيلسي مضطر أن يستوعب هذا الهجوم. هي أنا برأيي هي اللعبة. هل راح يقدر تشيلسي انه يستوعب يستوعب برشلونه وهجومه ام لا؟ مبدئيا اللعبه لمصلحه برشلونه، وهو اقدر على التاهل نتيجه الذهاب اللي هي 1-1، لكونه يلعب على ارضه، الملعب الكبير والتي يتميز بالعرض والذي بيسمح له انه يتحرك بشكل عرضي، ونتيجه تالق عناصره والنتائج الايجابيه اللي هو مدعوم فيها. برشلونه اقرب، لكن تشيلسي عاد مؤخرا مع كريستال بالاس الى الطريق الصحيح، وهو اثبت بمباراه الذهاب انه قادر ان يزعج برشلونه جدا، لكن نتذكر انه هذا الاداء المتحفظ اللي قدمه كان على ملعبه، والان على ملعب الخصم الامور مختلفه، وانت تلعب مع احد افضل فرق اوروبا هذا الموسم. شخصيا بقول انه تشيلسي اقرب للتاهل. هذا كل شيء عندنا اليوم، تحياتي لكم.